البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاع تكونوا مزيانين خوتي وخواتاتي. هذا النهار رجعت لكم بواحد الفيديو جديد. غادي نديرو فيه المسمن نتاع الورقه نتاع البسطيله اللي كيجي ساهل التحضير، في السعر كتوجدوه ما يديش الوقت. عندي هنايا الكفته نتاع الدجاج، واحد البصله مشلضاها هكا، بصله ولا بصله ونص، المهم انا درت بصله كبيره. هنا عندي الشامبينيون قطعته، والزيتون، الفلفل، سكينجبير، الملح، الابزار، واحد شويه نتاع الهريسه، غير شويه. هنا غادي ندير شويه زيت الزيتون، وهنا زيت الروميه هكا باش نشحروا البصله ديالنا. نديروا البصله نديروا لها شويه الملح باش في الساعه تنزلنا كي العاده، واحد شويه تاع الملح. صافي نخليوها تنزل ونولي مع الكفته نتاعنا نتاع الدجاج. نزيد الفلفل، نخليهم يتقلاو مع بعضياتهم. غادي نديرو الإبزار شوية، سكينجبير هكا، وديك الهريسه اللي قلت لكم قبيله غير واحد شويه بالراس نتاع المغرفه. ها شوفوا نديرها معكم غير شويه. صافي نخلطوها. ها هو البنات راه طاب لنا هذا الشيء. صافي غادي نطفيو عليه، ندير داك الشيء تاع الزيتون، اللي عنده الزروديه يزيد فيها واحد الشويه تاع الزروديه يحكها، انا ما توجدتش عندي. صايي نخليوها تبرد. هنايا كاس تاع الحليب، ونص كاس زيت، وواحد البيضه، البيضه ديجا مغسوله، نديرو هنا البيضه، نزيدو هاد الكاس تاع الحليب، هاد نص كاس تاع الزيت، نجيبو معلقه، ها هو هذا خلطنا. جيبوا هذه الورقه نتاع البسطيله نديروها هنايا. المهم انا كنشارك معكم الحويجات اللي كنوجدهم لوليداتي. ديروا لها هكا، حلوها، كتجي غزاله البنات. هذه غير جربوها، جبد واحد المعلقه سنة. غادي نديروها هنا في الوسط ونحاولوا نعدلوها كاري. نعدلو بيدينا، صافي. وهذا غادي نجيبوه ونردوه حنايا كي مسمن. بسم الله. هذا عاود
هذا الطحنه وغادي نطويوها حتى هي ها هي المسمنه تاعنا صبحت واجده. غادي نفوتو باش نديرو اخرى معاكم ومن بعد نبدا نقلب. شويه تاع الزيت هكا يروح شويه بسم الله صافي. اللي بغا يدير الزيت ولا الزبده انا ندير غير شويه هكا الزيت نخليوها تحمى عاد نبداو نقليو. اول بلاص غادي نبداو نقليو بسم الله نزيدو وحده اخرى ولا نخليها لكم هكا باش تشوفو. نخليو من الصابون ولي معاكم نقلبو هادي بسم الله شوفو كيفاش كيجي شوفو هادي نخليوها تزيد واحد شويه نقطعو البوطه باش ما يتحرقولناش يطيبو على المهل. نزيدو وحده اخرى نبداو نحيدو هادو البنات. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى من الله يعجبكم وغير جربوها البنات وخليو لي في الكومنتير كيفاش جاكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الحباب ديالكم والاصدقاء وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. ودرك غادي نفتح لكم وحده كي تشوفوها كيفاش جات. ها هو البنات شوفوا التهرميشه كيفاش كتجي ها هو مهم هنا هادي البنات هنا هادي نخليكم. نتمنى من الله يعجبكم هذا الشيء. علي بالسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي.